زميزي الحلوين، النهاردة هكلمكم عن منتجات ايفي بيرز. ايفي بيرز مختصة في صناعة الجامي فيتامينز، وعايزة اقول لكم ان هما من احلى الجامي فيتامينز اللي انا جربتهم في حياتي. اولا الطعم 10 من 10، ثانيا عندهم فيتامينز لحاجات كتيرة، مشاكل كتيرة بنعاني منها، مثلا للشعر، للنوم، للمناعة، للبشرة، وكمان عندهم لشعر الرجال. ده اللي هنا فيتامينز للويمن، وده من فيتامينز اوكي للهير. في ناس كتير تقول طب انا ليه اخد فيتامينز، ليه ما اخدهمش حبوب؟ لان سرعة امتصاص الجاميز اعلى بكتير من سرعة امتصاص الحبوب او الادوية التانية المعتادة. كمان مش بيتخنوا لانهم سعرات الحرارية بتاعتهم قليلة جدا، لان انت بتاخدي 2 جاميز في اليوم، الاثنين جاميز ما بيوصلوش يعني اكتر من 16 كالوري، فده عادي جدا. زائد ما فيهمش دهون، ما فيهمش جلوتين، they're gluten free، ما فيهمش كمان اي حاجة تفتح الشهية، فبالتالي مش هتتخني. امنة جدا من ناحية الموضوع الوزن والكلام ده للناس اللي بتخاف منه. الناس اللي بتخاف من موضوع فيتامينات الشعر، ان يطلع شعر في الجسم، مش بيطلع شعر في الجسم نهائي، لان المعدل اللي فيه معمول بس ان هو يطلع الشعر في الراس مش في الجسم نهائي. ايه اللي هيفرق بين الشعر بتاع السيدات والرجالة؟ ان بتاع الرجالة فيه اللي هو الرجالة اللي بيعانوا من الصلع والحاجات دي كلها، فهو فيه نسبة اعلى شوية من بتاع السيدات علشان يناسب الرجالة والمشاكل اللي هم بيعانوا منها في ناحية الصلع والالوبيشيا والحاجات دي. انما هما الاثنين لو انت عايز تاخدي من بتاع الرجالة او عايز تاخدي بتاع الستات، الاثنين مش هيطلعوا شعر في الجسم. انا بقالي دلوقتي اسبوع بستعمل بتاع الشعر، وبستعمل كمان اللي هو الفايبرنت سكين. طبعا بتاع الفايبرنت سكين فيه كولاجين وهايلورونيك اسيد، وعايزه اقول لكم طعمه تحفه زي التوت. بس ما تخافوش لما تحسوا ان هو قاسي شويه عن الجاميز الثانيه، لان ده بالكولاجين فطبيعي ان هو يكون اقسى حتى في الندغ من الفيتامينز الجاميز التانية، لان دول ما فيهمش كولاجين، ده فيه كولاجين، فالكولاجين هو اللي بيخلي ان التشوينج بروسيس يكون شويه تشوي. بس غير كده هو جميل جدا، فما تفكريش ان هو مثلا لما يوصلك او لما تشتريه وجايه تندغيه تلاقيه ان هو قاسي، ما تفكريش ان هو بايظ او اي حاجه، لا هو كده علشان الكولاجين اللي فيه. عايزه اقول لكم ان انا حاسه شويه فرق فعلا في بشرتي، مع ان انا بس ما خدتوش غير اسبوع، فمتخيله بقى لما اعمل كورس 3 شهور هشوف بشرتي في مرحله تانية خالص من اللي انا فيه حاليا. كمان طبعا الكولاجين بيشد البشره، بيحارب الشيخوخه، بيحارب حاجات كتيره قوي، وبيعالج حاجات كتيره قوي في البشره. I really recommend this product اللي هو بتاع ال Vibrant Skin. واكيد طبعا I recommend برضو ال Women's Hair Vitamins بتاع Ivy Bear. بنات كثيرة كان دايما تسألني مريم what do you recommend for hair او الفيتامينز للشعر والكلام ده. I really recommend you Ivy Bears، لان انا جربت وده عن طريق يعني ده عن تجربة يعني، فاهمين ازاي؟ فده بالبيوتين، وكمان فيه زنك وفيتامين سي، وفيه فوليك اسيد، فيه نسب كتيرة قوي من الفيتامينز المهمة اللي الجسم محتاجها علشان ينتج لك شعر صحي من فروة الراس. وما تقلقيش زي ما قلتلك مش هيطلع لك شعر في الجسم نهائي. انا لسه ما بدأتش في بتاع المناعة اللي هو البوست اميون، متشوقة جدا عشان ادوق طعمه، لان انا شايفة انه هيبقى اكيد اورنج فليفر او حاجة، فا I'm really excited for this. ده فيه فيتامين D2 B6 B12، ف really يعني تحفة. كمان متشوقة ان انا اجرب بتاع الريستفول سليب، علشان انا نومي متقطع جدا او الرام سليب ما بيكونش ديب، فهبدأ اخد الجاميز بتاعت الريستفول سليب. زي ما قلت لكم ان هم فيجن، هم حلال، هم كمان كرولتي فري وناتشرال كولر فليفر، ما فيهمش تيتانيوم دايوكسيد، كمان جلوتين فري، وكمان سوي فري. ناس كتير دايما بتسالني على جاميز يكونوا حلال، فالجاميز بتوع ايفي بيرز حلال. سو يا ذس از amazing. I love their products. عايزة اقول لكم ان انا بعد ما بتغدى دايما ببقى عايزة حاجة احلي بيها، فبجري على طول اخد الجاميز بتاعتي علشان احلي بيهم. وان كان بقى عندك مشكلة في الشعر او في النوم او في المناعة او في البشرة، فاي مشكلة ممكن تكوني بتعاني منها هتلاقي حلها مع فيتامينز ايفي بيرز. So I really recommend you this beautiful gummy vitamin brand.
من ايفي بيرز متوفرين في صيدليات كتير جدا. تقدروا تدخلوا على الويب سايت بتاعهم برضو تشتروا من عندهم. وانا هسيب لكم هنا زي ما انتم شايفين المنشن بتاع صفحتهم ايفي بيرز جولف. سو يا انجوي يا وزويز، وهرجع لكم ان شاء الله بعد شهر برضو هقول لكم الابديتس لاستعمالي للمنتجات بتاعتهم، وبعد شهرين وبعد 3 شهور كمان لما اخلص الكورس تماما واديكم ماي فاينل ريفيو وفاينل ابديتس. ف خليكم معايا دايما في الابديتس بتاعت ايفي بيرز عشان تعرفوا كل الابديتس اللي انا هقولها لكم عن استعمالي لمنتجات ايفي بيرز. والكورس بتاعي بعد 3 شهور هيكون خلصته. العلبه الواحده بتقعد معاكي شهر لان هم 60 جاميز، فانت بتاخدي 2 في اليوم فهتقعد معاكي شهر. خليكم دايما بقى معايا في الستوريز علشان كل ما انزل ابديت عن ايفي بيرز تكونوا انتوا اول ناس تعرفوا وتشوفوا ايه هي الابديتس والريزلتس اللي انا بشوفها فعلا مع براند ايفي بيرز. عايزه افتح معاكم اللي هو بتاع البوست اميون اللي هو بتاع المناعه، بس هعمل لكم شويه اي اس ام ار بقى. طعمهم تحفه زي ما قلت لكم، بطعم الاورنج سوبر ريفرشينج. انا هفتح بس بتاع النوم بس مش هاخده دلوقتي لان ده بيتاخد قبل النوم. كل علبه من الجاميز دي زي ما قلت لكم 60 جاميز، وبتقعد معاكي شهر لان الدوز بتاع الجاميز لاي حاجه من المشاكل اللي انت هتكوني مختاراها اللي هي كانت النوم او المناعه او البشره او الشعر كلها بتتاخد 2 جاميز في اليوم. شعر الرجاله بقى هخلي اخويا يستعمله لان هو بيعاني برضو من تساقط في شعره، فهخليه يستعمله واقول لكم الابديتس بتاعته برضو بعد ما يستعمله ويخلص الكورس بتاعه في 3 شهور، برضو اديكم الابديتس بتاعته. انا بفكر استعمله انا كمان بس بلاش اكون انانيه، هدي لاخويا خليه هو يستعمله ويقول لي رايه فيه ويديني الابديتس بتاعته ويشوف ايه اللي هيكون الريزلتس اللي شافها مع استعماله لايفي بيرز لمده 3 شهور. سو يا ام فيري اكسايتد ان انا اشوف برضو الريزلتس معاه واقول لكم عليها.